يوم 29 أكتوبر 1961. عزيزتي سعاد، أبعث إليك بخطابي هذا بعد أن انقضت بضعة شهور لم أكتب إليك خلالها، وكم كان يحز في نفسي أن تظني بي الظنون، ولكني أؤكد لك أنه لا يمنعني عنك إلا أمرا خارجا عن إرادتي. لقد شاء القدر أن أصاب في حادث سيارة أقعدني طريح الفراش طوال هذه المدة، وما كنت أتمالك نفسي حتى أمسكت بالقلم لأكتب لك. سعاد، أرجو أن تثقي دائما في أني سأبقى مع حييت حفيظا على العهد بيننا، وأن حبي لك أظن مش من حقك تقرأ جواباتي. أنا مندهش، إزاي تتجرأي وتراسلي واحد ملوش بينا أي صلة؟ جواباته هي الشيء الوحيد اللي مخليني عايشة دلوقتي. على كل حال اطمن، عمر مش هيرجع مصر تاني،